مفيش مشكلة فيها، لكن دايما ماذا بعد التعديل؟ ماذا بعد التعديل؟ ماذا تتوقع؟ هناك من ذهب إلى حد القول ثورة جديدة ربما. أنا بقول إنه دائما ما بعد التعديلات، خاصة لو تمت التعديلات في أجواء عدم رضا. ويعني إحنا لا نستطيع، من أكتر الناس اللي يعني حتى مناصرين النظام لا يستطيعوا أن يقولوا إن الشعب المصري في حالة رضا. لا، في حالة عدم رضا، وممكن نفصل ده يعني. دايما بيحصل بعد التعديل اللي عمله السادات في سنة 80 انتهى نظام. في سنة 2007 لما عدل واستفاد مين اللي استفاد اللي عمله السادات؟ حسني مبارك، وقعد 30 سنة. حسني مبارك لما حب يورث ابنه وعدل الدستور 2007 انتهى نظامه في 2011. حتى محمد مرسي أول مسمار كان في نشره كان الإعلان الدستوري. فدائما العبث بالدساتير تكون فيها نهايات الأنظمة. ايا كانت النهايه دي بتداول سلم للسلطه بثوره، دي انا ما اقدرش، انا مش قارئ كويس، ولكن دي انا بقول انه دايما الانظمه بتستنفذ نفسها عندما تعبث بالدساتير وتؤسس لاشكال لم يكن متفق عليها مع الشعب المصري. يعني هذه ارهاصات نهايه هذا النظام؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد، يعني حتى وان طالت قليلا، لكن ان انا اتوقع انه يبقى مصر محكومه. يعني انا دايما نصيحتي، وانا على فكره مش ضد هذا النظام ان انا عايزه يسقط، انا نفسي ما يسقطش، بس يحقق الحياه الكريمه والعداله والعيش الكريم اللي احنا اتفقنا عليه في 25 يناير و30 يونيو. المشكله دايما بتبقى انه هم معتقدين انه سقط ده نظام مبارك بالهامش الديمقراطي اللي اعطاه نظام مبارك تفضلا من عنده في الخمس سنوات او العشر سنوات الاخيره، في حين ان نظام مبارك استمر 30 سنه بفضل هذا الهامش وليس بعكسه. فهم متصورين ان التاريخ يكرر نفسه. فان السبعين واحد اللي على سلم نقابه الصحفيين، اللي بقوا 700 لما سابوهم، اللي بقوا 7000 لما دخلوا ميدان التحرير، اللي بقوا 70,000 بالليل يوم 25 يناير، اللي بقوا ملايين يوم الجمعه، انا مش هخلي فيه 70 اصلا. ده فاكرين ان التاريخ لا يكرر نفسه. انا بقول انه الشعب المصري لا يعدم حيله، الشعوب كلها، مش فكره الشعب المصري العظيم، لا، اي شعب عندما تكون في حاله عدم رضا عام لا يعدم حيلة في تغيير الأوضاع. ماذا عنك أنت الآن النائب خالد يوسف؟ يعني ما هو الوضع؟ هل أنت في منفى اختياري الآن؟ لا، أنا مش في منفى، أنا راجع. أنا حتى هذه اللحظة لم توجه السلطات لي أيته. حتى هذه اللحظة أنا طبعا لنشرح للمشاهدين ممن هم غير متابعين، يعني على خلفية تسريبات لفيديوهات قيل أنك لك صلة بها، فيديوهات فيها بعد أخلاقي. انت بتشرحي للمشاهدين ولا بتشرحي؟ بشرح للمشاهدين طبعا. حضرتك تشرح لنا. لا طبعا انا مش في منفى اختياري. انا في اجازه، حبيت ابعد عن هذا الجو لانه جو يعني مشحون بشكل ضاغط جدا. ففي اجازه اختياريه، وساعود عندما توجه لي تهمه. انا حتى هذه اللحظه لم توجه لي تهمه، وانا طلبت من السلطات المصريه إن كانت هذه الفيديوهات اللي انت بتقولوا عليها منسوبة ليا صحيحة، اتفضلوا عاقبوا الجاني فيها. إن كانت غير صحيحة اتفضلوا عاقبوا الجاني. مين الجاني في الحالتين؟ الجاني هو الذي نشر الرذيلة، الذي نشر هذه الفيديوهات هو اللي يعاقب عليه. احنا بنتكلم على دولة قانون ولا بنتكلم على دولة الدولة الدينية؟ بنتكلم على دولة قانون. دولة القانون تقول الذي نشر هذه الفيديوهات هو اللي يقع تحت طائلة القانون. الذي نشر هذه الفيديوهات انا ابلغت عنه سنة 2015. ماذا عن فحوى الفيديوهات؟ فانا درجة تحت الخصوصية؟ نعم. تقول ايه؟ يعني فحوى الفيديوهات، يعني فحوى الفيديوهات والاشخاص اللي موجودين قيد التحقيق الان انا ما اقدرش اتكلم عنهم، لان مفروض النائب العام عمل اسمها ايه؟ حظر نشر. فانا مش هتكلم عن ده، انا هتكلم دلوقتي بشكل عام. حتى ولكن يعني تابعنا مقاطع للفتيات، يعني الطالعات، ده كان قبل حظر النشر. هو حظر النشر النائب العام، وانا ملتزم بحظر النشر لاني لا اخالف القانون. فانا هتكلم عن القضيه دلوقتي في فجور، في رذيله مورست في غرفه مغلقه، ايا كنت انا او غيري. مين اللي نشر ده وشيعه للعامه؟ هو ده الجاني. هذا الرجل او هذه السيده او الاشخاص اللي عملوا او الجهه اللي عملت ده انا ابلغت عنهم سنه 2015. زي الفيديوهات ليست جديده. 2015 وحطيت ايدي على فلان، ثم توجهت لمباحث الانترنت، مباحث الانترنت اثبتت ان فلان اللي هي حضرتك مثلا
انت اللي نشرتي بالاي بي بتاعك بالتليفون بتاعك بعنوانك بكل حاجه. حتى هذه اللحظه السلطات المصريه لم تتحرك للقبض على هذا الجاني، ودلوقتي جايين يتكلموا على نشر الرذيله. انت سبت الرذيله تنتشر على مدار 3.5 سنوات تحت سمعك وبصرك وعارف مين الجاني ولم تقبض عليه، وجاي دلوقتي عايز تتهم. لماذا؟ ده السؤال يوجه ليهم، ده السؤال يوجه ليهم. لانك انت تقول ان التفسير هو ان هناك تسييس للموضوع وبسبب موقفك. بكل تاكيد، ما هو ما يبقى القضيه دي مفتوحه من سنه 2015 ولوح بيها في كل المرات، لوح فيها ورغم ذلك خطة الانتخابات خالد يوسف واصبحت عضوا في البرلمان لم تمنع. يعني اذا كانوا يريدون منعك يعني لكان تحقق لهم ذلك. لو استطاعوا كانوا فعلوا، لو استطاع اي حد ان يمنعني كان منعني، لو استطاع اي حد ان يخرسني الان سيخرسني. الفكرة في 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 مقدرتك وفي مقدرة منعهم. انا نجحت في الانتخابات مثلا البرلمانية باكتساح كانوا يتوقعوا ان هم سيستطيعوا اسقاطي بهذه الفيديوهات مثلا. فدخلت البرلمان وعارضت من اول قانون عرض، اللي هو قانون مش فاكر قانون ايه، بس اول قانون انا اتعرض قانون مجلس الدولة اللي هو الطعن على عقود الدولة، ده كان اول قانون عرضته انتهاء او مرورا بتلامس صنافير وحتى التعديلات الدستوريه. عرضت كل دول خصوصية في البرلمان. ما دور البرلمان؟ انت كنت فيه 3 سنوات. انا 3 سنوات